الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، خاتم الأنبياء والمرسلين، صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. أيها الإخوة الأعزاء، مع الدرس المتم 30 بعد 100 ننتقل إلى سورة المعارف لنستخرج منها فقه العبادات. ولقد علمنا فيما مضى أن الله تعالى قال لحبيبه محمد: فاصبر صبرا جميلا. يا سلام، ايه المسألة دي؟ بيقول له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم القيامة، يوم القيامة مقداره 50,000 سنة. احنا عندنا اليوم 24 ساعة، بيبدأ من اذان الفجر الى اذان الفجر، ادي يوم ليل ونهار. انما يوم القيامة لا فيه اذان فجر ولا فيه اذان ظهر،
هو بيبدأ من النفخة الثانية، من اول إسرافيل ما ينفخ في الصور ويقول ايتها العظام النقرة ايتها اللحوم المتنافرة قومي لفصل القضاء بين يدي الله رب العالمين. يا سلام يا سلام. تعرف ان اسرافيل من يوم ربنا ما خلقه وهو ماسك السور منتظر النفخ في اي وقت ربنا يأمره به، كل مستعد ساعة ما تصدر له الاشارة خلاص كل مستعد لهذا اليوم الا بني ادم. تقول له اتق الله يقول لك ما انا متقيه يا سيدي، ده في جنة ونار، يقول انت خدني على جناحك، باخدني احيين النهاردة وموتني بكرة. طب وبعد ما تموت هترجع تاني الدنيا؟ ما خلاص خلاص خلاص، ان كنتش تاخد من دلوقتي الزاد اللي هتقابل به ربنا يبقى ما فيش فايدة بعد كده. ولذلك سمعنا الصلاة على الحبيب النبي محمد، واحد راح لسيدنا الامام ابراهيم ابن ادهم امام الزاهدين، قال له يا امام اني اشكو كثرة المعاصي، كل ما توب ارجع ثاني بعص ربنا، فماذا افعل؟ نفسي اتوب الى الله توبه نصوحه، ما خالفش فيها ربنا ثاني. الامام قال له اضمن لي 5 اشياء اذا ضمنتها ساقول لك اعصي ما شئت، بس اضمن لي 5 حاجات اذا ضمنتهم لي خلاص يا عم روح اعصي. قال له هات الاولى. قال له اتستطيع ان تعصي الله خارج ملكه؟ تقدر تطلع من ملك ربنا وتعصيه بره ملكه؟ يا اخي خلي عندك شوية ده انت في ملكه. قال له لا، من اللي يقدر حصل عمل ملك ربنا راح فيه؟ السماء ملكه والارض ملكه والبحر ملكه والبر ملكه، كل ما روح فاينما تولوا فسمى وجه الله، اينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، ان الله على كل شيء قدير. ده حتى شوف شوف يا اخي شوف النبي محمد بيقول ايه، بيقول لو ركب ابن ادم الريح فرارا من رزقه لركب الرزق البرق حتى يقع في فم ابن ادم. يبقى هتطلع من ملكه تروح فيه؟ قال له خلاص اتعصيه وانت في ملكه. طيب هات الثانية. قال اما الثانية اتستطيع ان تأكل رزقا من غير الله؟ تقدر تروح لواحد غير ربنا تقول له رزقني؟ يبقى كيف يرزقك وانت تعصيه؟ كده ما صح، ده يبقى يغديك ويعشيك ويفطرك ولم ينسك ابدا وانت تعصيه. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ها يبقى هو لا ينساك ابدا وانت تعصيه. خلاص عايز تعصيه؟ شوف حد يرزقك غيره. قال له ما اقدرش، ما فيش. هات الثالثه. قال اتستطيع ان تعصي الله في مكان لا يراك فيه الله؟ ما توحد الله يا مسلم، لا اله الا الله، وسمعنا الصلاه على الحبيب. يا سلام، تقدر تعصي ربنا في مكان تقفل الابواب والشبابيك وربنا ما يشوفك فيه؟ مش ممكن. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟
ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. اسمع معايا. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الاولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. طيب قال له اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قالا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. لا اله الا الله. يا سلام بعد ما توحد الله. لا اله الا الله. شوف انني معكما مش بس روح وانا بحصلكم. ها انت بتقول لابنك لما بيجي لك بيقول لك الناظر بتاع المدرسه هيرفدني عشان ما دفعت الثمن المجموعه بتقول له طب يا ابني روح وانا بحصلك. انما موسى وهارون ربنا ما قال لهمش بس روحوا كده ما تحققوش المسائل ما تبقوش عقد روحوا وانا بحصلكم. لا لا تخافا انني معكما. سبحانك يا ربي سبحانك يا رب. انني معكما اسمع وارى. وحد الخالق. والله اللي مع ربنا لا يخيب ولا يضعف ولا يهن ولا يزن. اللي مع ربنا ينظر الى الدنيا كلها كأنها قطرة ماء في بحر ملهاش قيمة ابدا. سيدنا ابو مسلم الخولاني وكان اسمه عبد الله بن ثوب كان من اصحاب الحبيب النبي وكان من اهل اليمن التقى برجل يسمى الاسود العنسي ادعى النبوة بعد رسول الله. فلما التقى به قال له ما تقول في؟ قال له انت كذاب. قال فما تقول في محمد؟ قال رسول الله. فما كان من الاسود العنسي الا انه ولع نار والقى فيها ذلك الصحابي الجليل. ايه اللي حصل بعد ما القاه في النار؟ بعد يوم واحد انطفأت النار ولم تأكل منه شيئا ولم تحرق منه ثوبا. ومرت الايام وجه عبد الله بن ثوب الى المدينة وبعدين لقيه عمر بن الخطاب فتفرس فيه قال له انت الذي نجاك الله من النار. خد بالك من الكلام. انت اللي ربنا نجاك من النار. كان يقدر الراجل هو راجل اسمه عبد الله ابن ثوب. عبد الله ابن ثوب احفظ الاسم ده لانه اسم كله شرف زي ما تحفظوا اسم الكابتن لطيف والكابتن زيزو وميزو. احفظوا برضو الاسم بينكم صواب لله. عبد الله ابن ثوب لما جه المدينة مسك فيها عمر بن الخطاب اتفرج فيه لا هو نفس الشبه
قال له مش انت اللي ربنا نجاك من النار من نار الاسود العرسي؟ كان يقدر عبد الله بن سوب يقول لي يوهانا ده نفسه كبير انت ما عندكش خبر بي، انا بقى اشوف اهو انا اللي نجاني ربنا من النار. تعرف الراجل بكل تواضع قال له ايه؟ قال له بل ذاك ابو مسلم الخولاني، هو له اسمه اسمه عبد الله بن سوب وكنيته ابو مسلم ولقبه الخولاني. خد بالك خد بالك من الكلمه دي، بيقول له مش انت اللي ربنا نجاك من السوق من النار؟ مش انت عبد الله بن سوق؟ قال له بس ده ربنا نجى ابو مسلم. انا اسمع عبد الله بن ثوب انما ربنا نجى مين؟ ابو مسلم. ليه؟ عشان ما تظاهرش بالرياء. ها؟ فسيدنا عمر قال له الست عبد الله؟ قال له بلى. ايوه انا عبد الله. طب ما انت اللي ربنا نجاك من النار. قال له ده ربنا نجى ابو مسلم. خد ما هو اللي بيصلي ركعتين بالليل النهارده بيصبح يتوب في الشغل، انت يا فلان ما نمتش والله طول الليل بصلي، قريت الجلال تبارك وعما يتساءلوا، ويمكن يتعمد ان يتساءلوا قدام الناس عشان ايه؟ قايم طول الليل قال يعني ده ايه؟ انا ده. يسير الرياء شرك. قال له انت عبد الله بن فوق اللي ربنا نجاك من النار؟ قال له ربنا نجى ابو مسلم. قال له طب قول لي بقى مش انت ابو مسلم ولا لا؟ ما يقدرش بقى ابن السجن. قال له اه. تعرف عمر يقول ايه؟ عمر العظيم الرجل العظيم الصافي. انت عارف يقول له ايه؟ الحمد لله الذي احياني حتى رايت في امه محمد رجلا كابراهيم الخليل. ربنا ما تعمل معه. ربنا يجاه من ايه؟ من نار. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من يتوكل على الله ايه؟ فهو هو اللي هو مين؟ اللي هو هو. فهو ايه؟ حسبه. ان الله بالغ امره. قد جعل الله لكل شيء قدرا. هو احنا لو عرفنا ربنا حق المعرفه حد يقدر يقف قصادنا؟ نمد ايدنا نشحت؟ ابدا والله والله. ده احنا نبقى اغلى الناس عند ربنا نهار ما نقول يا رب. انما للاسف ما عمر الناس قالوا يا رب ابدا. واحد يروح مسك واليهود والنصارى والبلاوي ما فيش واحد يقول يا رب ابدا. ده ربنا بينزل علينا بيقول فاين تذهبون؟ قال لا. رايحين للشيوعيين اعدائي، رايحين للصليبيين اعدائي، رايحين للصهيونيين اعدائي، امال يا رب نروح لمين؟ قال فقروا الى الله. تعالوا لي قال قول يا رب قول يا رب خليكم معايا قال اللي معايا بقول فيه نور على نور، اللي مش معايا بقول فيه ظلمات بعضها فوق بعض، اللي معايا بقول فيه يهدي الله لنوره من يشاء، اللي مش معايا بقول فيه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ما توحدوا النور، وحدوا النور، وصلوا على النور، واعملوا بالقران النور. يا سلام يا سلام. ده كان المسألة خطيرة. ايه خطيرة؟ خطيرة جدا خطيرة جدا. نهار ما نقول يا رب ربنا حيسخر لنا الشجر والحجر السماء والارض. عباد ابن بشر ووسيد ابن خضير دول اتنين من صحابة النبي كانوا قاعدين مع النبي بالليل في بيته، قعدوا مع النبي في بيته وهم طالعين الجو مظلم الليل مظلم وما فيش فوانيس في البلدية ومعهمش كشاف يمشوا بيه، الشوارع ضلمة، يمكن يطلع كلب يعضهم، يطلع اي حاجة تأذيهم. هيعملوا ايه؟ ما فيش فانوس، ما فيش لمبة. انت عارف ايه اللي حصل؟ وهذا حديث رواه في الصحيح. وهم طالعين كل واحد معاه عصا، واذا بعصا احدهما تنير الطريق. العصا
العصا بتاعت عباد بن بشر بقت عباره عن لمبه فلورسين، بقى ماسك لمبه فلورسين بتستمد نورها منيه؟ الله نور السماوات والارض. طيب انت يا عباد هتروح بيتك وبعدين انا هعمل ايه؟ ده انا بيتي في شارع غير الشارع اللي انت فيه، هتدوني عزاك مشروطه وهي حاسبك وصلني. قال له بس لما تيجي تمشي يحلها ربنا. عباد قبل ما يفترقهم كانت العصا بتاعت اسيد ابن حضور نورت رقره، يعني كل واحد مشى من طريق فانارت له عصاه. والله كده يا رجاله، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يا سلام يا سلام على الاعتماد على الله وعلى التوكل على الله. انا عايزك تزيد الحبيب النبي صلى، تقول اللهم صل عليه، عشان الصلاة على النبي بتنور القلوب وتفرج الكروب. فبيقول له يا ابني انت تقدر تطلع من ملك الله وتعصيه؟ قال له لا. قال له يا ابني تقدر تاكل من رزق واحد غير ربنا عشان تعصيه؟ قال له لا. قال له يا ابني تقدر تقفل له في مكان ربنا ما يشوفكش فيه؟ قال له لا. قال له هات الرابعه. قال له يا ابني اذا جاءك ملك الموت وانت عاص اتستطيع ان تطلب منه التأجيل؟ خد بالك يا شيخ صالح، خد بالك. ايوه ما تنامش يا عم صالح، الا بكره النوم هيطول، هننام في الغفير كتير يا عم صالح. ربنا يطول عمرك. ايوه قال له تقبل يا ابني لما يجي لك ملك الموت تقول له طب اديني كده يعني خمس ايام عبال ما توق؟ مش ممكن مش ممكن. ده الامام مالك ابن انس امام دار الهجره وامام مسجد الرسول نايم في ليله لقى واحد في المنام قال له من انت؟ قال له انا ملك الموت. قال له سبحان الله، ده جاي لي تعمل ايه؟ قال له بقول لك يا ملك الموت انا فاضل من عمري قد ايه؟ وحد الله. قال لك دي فرصه. ده يعني الناس قبل نتيجه الثانويه اللي له معرفه في الكنترول بيدور يقول له ما تشوف لي النمره بتاعت الولد ده بقى مش كل ده ملك الموت بنفسه اهو. قال اما اشوف النمره قبل ما تظهر في الجرايد بكره انا فاضل من عمري قد ايه؟ ملك الموت شاور له الصابع والخمس، خمس سنين ما ردت، خمس شهور ما رد، خمس ايام ما رد. يا ملك المد يا ابني اعمل معروف. استيقظ الامام مالك ولم يسمع اجابة عن الخمسة. الرجل قام قبل الفجر يصلي، انما بعد عنك منع اللي يكونوا خمس ساعات. الحق الم حالك. ها؟ ده اللي بيبقى مسافر واسوان وراح في قطر النوم يبقى قبلها بيومين بيحزم الامتعه او يوضب المساله، لان قطر النوم لو فاته هينام على الرصيف، بيوضب حاله قبلها بيومين. وده مش موت بقى، مش نوم، ده موت. كان يقدر الامام مالك يصاين ويقول لك يا سيدي زي ما ترسي دقنها خمس ايام خمس ساعات، يا بختنا بالنبي. يا الله، يعني يا سيدي احنا زرعناها جهدت طلعت بطيخ يا سيدي. وهكذا الامام مالك الموت استأذن وساب الامام مالك، والامام مالك عايز يعرف الخمسه دول ايه؟ كان يقدر يفسرهم هو باي تفسير؟ خمس سنين زي بعض عشان برضه الواحد ياخد امل في الحياه. طب ما تخليهم خمس اشهر ماشي، لا لا يكونوا خمس ايام، مش ممكن. كان يقدر يفسر زي الناس بتفسر، تفسر الاحلام. الواحد عشان خاطر ياخد يومين عرب يدخل على رئيس مجلس الاداره صباح الخير يا بيه، يقول له صباح النور في ايه؟ كنت يا بيه اللي انا شفت لك رؤيا امبارح. يا سلام ايه دي؟
يوم التاني بقى ايه طالع معكنن يعني زعلان من البيت، المدام معكرة مزاجه فعايز يسمع اي حاجة تثبت انه راجل كويس. تعالى قدام ايه ايه يا دود انا شفتك طاير في السماء ما نزلتش الا في مطار الماطة. يعني خلاص يعني غلطوا. وكنت لابس ايه يا عزيز بيه؟ يوم نقول تعرف ساعة البيت لابس اخضر فخدة وكرافتة جميلة وفيها فص الماس. طب تفسرها بايه؟ يقول له ده عزك تشتري يا بيه. ربنا هرفع درجاتك. يقول له ما انا في الدرجة الاولى. يقول له لا حضرتك ده مدير عم الف. يا سلام لك الحلاوة. يقول له بس لو سمحت بقى سيادتك انا في مسافر ده عايز يوم انعرضه. شو كل الشعب المصري هو كده؟ ها؟ شيل رجليك. ها؟ يا اخوانا بالله العظيم كان روح العمل هو صاحب اشترى يبقى مش فاهم فرصه سكه الحديد. يروح العمل الساعه 8 اول ما يبدا الاول يمدح فوق وبعدين يكون واخد الفول معاه عقبال ما يخلط الفلفل والبصل والبتاع والجرجير والبقدونس يكون بدفع 10 من 8 ل 10 بيوقف في الفوق. ها؟ من 10 ل 12 ياكل. من 12 ل 2 يكون الشاي بيستوي. هل يعمل الشاي على البابور؟ لا على السبرتاي. يقول لك عشان تبقى نارها هاديه. يوم الشاي استوى على نفسه. اه يعني الساعه 2 ينزل شراب ويلبس الافارور. اشتغلت ايه؟ فطرت والحمد لله. لا وماله هو يعني يقول لك يا سيدي نشتغلهم على قد فلوسهم. والله انت اللي اشتغلت على قد فلوسهم ولا قد حاجات. تروح تبقى خدت الفول ولميت القرطه بتاعتك كتيبه 12 2001 وقعدت نتيجه شويه الفول ب 2000 عيش والشاي بتاع السبرتاع الهادي واستنخيت وعبال الشاي ما شربته كانت الساعه بقى 2 قربت ومضى انصراف. ادي البلد ما تقدر يا دي. في النهارده واحد يصلح حتى ماسوره مجاري باخلاص؟ ابدا. والله واحد بيشتكي لي بيقول لي خد الراجل كل يوم والتاني جاي. يا عمي ياخد العشرة جنيه والربع جنيه ماشي. قال لي بقول لك ايه انا عايزك تطلعها مره واحده بقى وتروحنا واحنا من الغلب اللي احنا فيه. قال لي ادفع اللي يستاهل. قال له عايز قد ايه؟ قال له 5 جنيه. قال له لم لك 5 جنيه. لم له 5 جنيه صلحها تصليحه ما صلحهاش بعدها ابدا. قام قال له يا معلم انت عملت في المجاري ايه؟ قال له اقول لك عملت ايه؟ سر المهنه بقى ده مطلع قالب الطب من تحت. قال له هو ده القالب اللي كنا بنحطه بحيث ان كل يوم يتحرك شويه يسد المجاري الثاني. طب انا جبت لك كاس يعني عامل بقى نفسه ايه؟ خلاص لانه خد اللي فيه النصيب. 10 سقف اليوم وبعدين خد الخمسة جنيه شال القالب الصاقة للقالب. وهذه المسائل كلها ماشية. ولذلك هتيجي مننا البركة. تيجي مننا البركة. وبعدين هياخد الخمسة جنيه هيجيب بيهم لعياله حاجة. صدقني ابدا. هو هينزل على المعلم على الصرف البطنية يجيب منه ربع قرش حشيش. هذا مش حاجة. ربع قرش حشيش. بصة افيون. ها؟ يربون في صحراء ولما زعته معاته نطط الحيط ويقعدوا في اوضه واحده وهو ساكن في اوضه وما عندوش كوبايه شاي. يقول لي بنت روح اصطلي في كوبايه شاي. ما عندوش ثمن كوبايه وبيشرب حشيش. ليه؟ ما فيش ترشيد للناس. الاعلام ما بيشتغلش عشان ينصح الناس. الاعلام بيشتغل عشان يهدم الناس ويعلمهم يسرقوا ويبقوا فتورات ويقتلوا بعض وافلام امريكاني وشغل كله يغضب ربنا. اللي يحب النبي محمد يسمع له الصلاه عليه ويقول اللهم صل على رسول الله. العصيان كانت بتنور زمان. العصا كانت بتبقى لمبه منوره لان القلوب كانت منيره. كانت منيره. النهارده مين اللي بيقول يا رب؟ يقول لك يا سلام ده هينصرف لنا شهر فيه حلاوتين نازلين فيه اقدميه سنتين. قال لك مفيش واحد يقول يا رب كريتشر. مفيش واحد يقول من ربنا. قال يحبون المخلوق وينسون الخالق. يحبون المال وينسون الحساب. يحبون الخصوم وينسون القبور.
يحبون الشروب ويستون الشربة، يحبون الدنيا ويستون الآخرة. افرق شهر وافرق شهرين وافرق سنة، افرق كل يوم 100 جنيه. ما دام مفيش بركة ما ينفعش ابدا. لا يا ناس بتصرف 100 جنيه و200 جنيه في الشهر مرتب، ويجي اخر الشهر مديون، وفيها ناس بتاخد 20 او 30. ربنا بيبارك لك. ليه؟ لان ربنا عنده شباكين، شباك مكتوب عليه صرف له وشباك مكتوب عليه صرف عنه. شباك الصراف صرف له، الشباك اللي ربنا بيبارك فيه صرف عنه. صرف له لا قيمة لها ان لم تكن بجانبها صرف عنه. يعني تبقى واخد العلاوة، واخد لأدمية، واثر رجعي، وداخل وصدرك منفوخ بالفلوس، تقابلك عفريتة هانم في البيت تقول لك صرفت الاثر الرجعي ولا لسه؟ تقول لها صرفته. تقول لك احنا بقى عايزين نغير التلفزيون. تغيره ليه يا مدام؟ تقول له عايزين واحد ملون، لان اللي مش ملون ما ينفعش. ولا ما اقول لك بدل ما نغيره ما تجيبنا واحد ملون بباب الاضافه للي مش منيل، عشان يبقى واحد في اوضه الصالون وواحد في اوضه النوم. حاضر. بعدها بشويه، يا ترى هتودينا في اسكندريه السنه دي ولا لا؟ طبعا ما هو قابض للاثر الرجعي. طيب روح اسكندريه اديك 100 جنيه و150 جنيه غير المعاصي اللي هيشيلها، وغير البعد عن الله، وغير الاحمال والاوزار. طيب وبعد كده في ايه تاني؟ العيال بياخدوا دروس 5 عيال، كل عيل بياخد الحصه ب 2 جنيه انجليزي فرنساوي. ادفع ادفع، انما لو كان فيه بركه من الله كان ربنا هيخلي عيالك يعيشوا من غير دروس، كان هيخلي مراتك بدل ما تقول لك حراء اسكندريه تقول لك لا ربنا يسهل ونطلع لحج بيت الله. ايوه. امال شفت صرف عنه بقى؟ شفت صرف عنه ايه معناه؟ اهدي معناه ان ربنا يبارك لك في القليل يبقى كتير. فيا اخوانا ما نكونش بقى معلقين على اهل الدنيا، لان اهل الدنيا لا يملكون شيئا، ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله. واليه يرجع الامر كله. سبحان الله. ده في القرآن الكريم آية، بس لو احنا استعملناها وقرناها حتى قبل ما ننام مرة يا ريت والله. واللي علمها لنا اللي قال لنا اقروها واحد من الجن. يعني شوف الجن نصحين عننا ازاي. يعني ابو هريرة قام بالليل لا شيطان عمال يسرق الاكل من وراه. ابو هريرة مسكه قال له انت ايه؟ قال له انا جني. قال له مش حسيبك احد بحى. ما هو الجن لما يجي بيجي في صورة خروف، يجي في صورة كلب، يجي في صورة قطة، يجي في صورة حية. ولذلك انا عايز اديكوا نصيحة، لما تلاقي حية في البيت ما تقتلهاش الا بعد الكلام اللي هقول لك عليه. يعني واحد من اصحاب النبي كان راجع لانه كان عريس جديد وراح الغزوة، غزوة بني قريظة وغزوة الاحزاب، وبعدين كان لسه متجوز بقاله يومين، فالنبي قال له بروح شق على اهل بيتك برضه، يعني ما تنكش مرابط معانا على طول، اقعد مع مراتك شوية، انك انت لسه عريس بنار الفرن. فهو راح في يوم لقى مراته واقفه على الباب. قال له انت واقفه على الباب؟ انا عندي نسوان تقفه على الباب، انت مش قاعده جوه ليه؟ فرماها بالرمح، اخد الغيظ رماها بالرمح، كان هيموتها، ولكن الرمح من فضل ربنا ما جاش فيها. قالت له مش تستكي من الاول، تشوفني انا واقفه على الباب ليه؟ ها؟ شوف الاول انا واقفه على الباب ليه؟ والحديث ده في صحيح الامام مسلم. ادخل شوف ايه اللي جوه الاوضه. دخل لقى حيه على السرير واخده السرير كله.
حيه. فاخينا مش يستأذن، لا جهرام الحيه بالسه بالرمح فتلوث، فهي مسك الرمح رميه بيه فماتوا الاثنين، هي ماتت وهو مات. فلما راح يشتكي النبي، يعني لما الحكايه دي بلغت النبي بعد موته، فالنبي اخبر ان هذه جنيه من الجن رماها فرمته. امال نعمل ايه يا نبي؟ اما نلاقي حيه، قال لك اما تلاقي حيه تستاذنها ثلاث مرات، والله اخرجي اخرجي اخرجي، اذا خرجت اذا قسم الجن هتطلع، اذا ما طلعتش يبقى شيطانه او حيه حقيقيه، يبقى لك الحق ان تقتلها ولا شيء عليه، بس بعد ما تستاذنها ايه ثلاث مرات. تقول لها اطلعي اخرجي، ها خلي عندك دم. انما جاز انك انت ما تستاذنهاش، تضربها اول ضربه تيجي على طول هي ضربه. ما هو ما يعلم جنود ربك الا هو، ما هو الكل مليان. وحد الله. ابو هريره لما لقى الشيطان بيسرق من وراه، ها قال له مش حسيبك، انت حرامي وانا راجل حالي على قدي، هتخرب بيتي كل شويه هتنفري بقى، انا خلاص عليك الا الان. قال له ابا هريره الا ادلك على شيء ان عملت به نفعك وكفاك الله شرنا؟ الا ادلك على شيء هو اشد علينا من حرق النار؟ قال ابو هريره قال له قال له ان في القران ايه اذا قراتها وقاك الله شرنا. هي ايه ايه الكرسي؟ ايه الكرسي؟ ها فلما ابو هريره صبح الصبح راح للنبي وحكى له الحكايه، النبي قال له يا ابا هريره صدقك وهو كذوب. هو معروف انه كذاب لانه شيطان، بس الحته دي طلعت منه صح. فعلا ايه الكرسي هي دي الايه اللي بتعصم الادمي من اذى الجن، اللي يمنع ان احنا نراها قبل ما ننام، اللي يمنع ان احنا نقراها على اولادنا قبل ما يناموا، نحصن بها بيوتنا وانبت لها قل هو الله احد، وقل اعوذ برب الفلق، وقل اعوذ برب الناس، عسى ربنا يكفينا شر البلاوي. ها نقراها لانها سيده سوي القران الكريم. قال له يا ابني تقدر تمنع ملك الموت؟ قال له لا. الخمسه ايه؟ قال له تقدر اذا جابوك يدخلوك النار يوم القيامه تصرفص من ايديه؟ قال له لا. قال له كيف تعصي الله؟ قال له والله لا اعصيه بعد اليوم ابدا. ها اسال الله العلي العظيم ان يرحمنا، فنحن نعيش في ملكه وناكل من رزقه وهو يرانا، ولا نرد الموت عنا ولا عذاب النار، فكيف نعصي الله؟ اللهم الهمنا الطاعه والهمنا الشفاعه وبارك لنا فيما رزقتنا، والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. لا اله الا الله. قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا
الذي وعدته تبنا الى الله تبنا الى الله تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا الا غفرته ولا كربا الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا دينا الا اديته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا سائلا الا اعطيته ولا غائبا الا رددته ولا عافيا الا هديته وارشدته ولا مظلوما الا نصرته ولا مقصورا الا جبرته ولا حاجة الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم اشف صدورنا وطهر قلوبنا. اللهم احسن ختامنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اللهم اهد لنا اولادنا اللهم اهد لنا اولادنا اللهم اهد لنا اولادنا واطرد الشيطان من بيوتنا. اللهم لا تدع فينا شقيا ولا محروما واجعل جمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. باعد بيننا وبين معاصيك كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اشملنا بشفاعة نبينا واحصرنا على حوض حبيبنا. لا تحرمنا اجره لا تفتنا بعد لا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخلا. اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نغمع بعدها ابدا. امين امين. يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا واليك المصير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، ما زال حديثنا عن قضية الرزق ومع الدرس 11 من دروس الإسلام. يقول الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. إذا علم المؤمن هذا لابد أن يستقر في يقينه أن الله تبارك وتعالى الذي أمده بالرزق وهو في رحم أمه ولم ينسه لحظة من اللحظات
إذا علم المؤمن هذا فعليه أن يعتقد اعتقادا جازما راسخا بأن قضية الرزق يد الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى في الحديث القدسي الجليل ابن آدم: يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن أفيعيني رغيف أسوقه إليك كل حين. ابن آدم لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. ابن آدم إن لم ترضى بما قسمت لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية لا ينالك منها إلا ما كتبته لك ولا أبالي. لي عليك فريضة ولك علي رزق، إن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزق. الرزق يجري على الجميع، فإن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن يحب. إن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزق. ومن هنا فإن الخليل إبراهيم قال لربه: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. يعني يا رب أقصر الرزق على المؤمنين، أما غيرهم فليذهبوا إلى حيث ألقت. وارزق له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اجعل الرزق مقصورا على هؤلاء. فماذا قال له الخالق العظيم؟ قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. إبراهيم يريد أن يجعل الرزق مقصورا على من آمن، وخالق العالمين جعل الرزق عاما على كل الخلق مؤمنهم وكافرهم. ولقد نزل رجل ضيفا على الخليل إبراهيم، وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام مضيافا، مرت به ثلاثة أيام ولم يأته ضيف. عزتي أنا لا أطيق أكثر من هذا، لا أطيق مدة أطول من هذه المدة، وإذا برجل يطرق باب الخليل فيقدم الخليل له الطعام، ولكنه يسأله: ما دينك؟ قال: أعبد الكواكب. فقال إبراهيم له: لا طعام لك عندي. وإذا بالرجل ينصرف، وإذا بالوحي الكريم ينزل على إبراهيم: يا إبراهيم ربك يقرئك السلام ويقول لك: أطردته وقد نزل ضيفا عليك، وقد ظل 70 عاما يعبد غيري وأنا أرزقه ولا أنساه. وإذا بخليل الرحمن يسرع في طلب الرجل حتى عثر عليه وجاء به إلى بيته وأكرمه، والرجل يعجب وعلامات الاستفهام تتحرك أمام ناظريه: أتطردني ثم تبحث عني؟ فقال له الخليل: لقد عاتبني الله بشأنك. قال له الرجل: الله عاتبك بشأني؟ قال الخليل: نعم.
قال يعاتبك بشأني وأنا أعبد غيره، والله لا أسجد لأحد غير الله بعد اليوم، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا خليل الرحمن رسول الله. ابن آدم وعزتي وجلالي، إن لم ترضى بما قسمت لك فلأسلطن عليك الدنيا. تصوروا لم يقل له لأسلطن عليك مرضا، أو لأجردن لك جيشا، أو لآمرن الأساطيل أن تمخر عباب الماء فتدمرك، لا، لأسلطن عليك الدنيا. والدنيا إذا سلطت على إنسان فإنه قد ضاع. ضاع لأن الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا جلت أو جلت، وإذا أينعت نعت، وإذا أوجفت جفت. وكم من قبور تبنى وما تبنى، وكم من مريض عدنا وما عدنا، وكم من ملك رفعت له علامات فلما على مات، كم من ملك رفعت له علامات فلما على مات، كم من ملك رفعت له علامات فلما على مات. ولي في فناء الخلق أكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راقي. شخوص وأشكال تمر وتنقضي، فتفنى جميعا والمهيمن باقي. ابن آدم، الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا جلت أو جلت، وإذا أينعت نعت، وإذا أوجفت جفت. لا تركنن إلى القصور الفاخرة، واذكر عظامك حين تمسي ناخرة. وإذا رأيت زخارف الدنيا فقل يا رب إن العيش عيش الآخرة. لأسلطن عليك الدنيا. يقول سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: من أصبح وهمه الدنيا فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولا ينال من الدنيا إلا ما كتب الله له. ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله عليه شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، وهي راغمة. إن لم ترضى بما قسمت لك فلأسلطن عليك الدنيا. تصبح عبدا للدرهم والدينار، تركض فيها ركض الوحش في البرية، يمينا وشمالا وشرقا وغربا، حتى إذا ما أردت أن تنام لا تنام، لأن الدنيا متمثلة أمام عينيك. لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله عن تاب. فالله ما نهايتها؟ فالله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره، متنعما فيها بكل نفيسة، متلذذا فيها بنعمى عصره، لا يعتريه السقم فيها ساعة، كلا ولا ترد الهموم بباله، ما كان هذا كله
في ان يفي بمبيت اول ليلة في قبره. مهما ذقت من نعيم الدنيا ومهما تقلبت في طرفها وسندسها واستبرقها ومهما سكنت من القصور العالية ومهما استمتعت عيد الاماليد، الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. فالله لو عاش الفتى في دهره الفا من الاعوام مالك امره، متنعما فيها بكل نفيسة، متلذذا فيها بنعمى عصره، لا يعتريه السقم فيها مرة، كلا ولا ترد الهموم بباله، ما كان هذا كله في ان يفي بمبيت اول ليلة في قبره. ومن هنا فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اخذ مضجعه لينام كان يقول كلمات كلهن رضا وكلهن تفويض لله، كان يقول: اللهم اسلمت نفسي اليك، ووجهت وجهي اليك، وفوضت امري اليك، والجأت ظهري اليك، رغبة ورهبة اليك، لا ملجأ ولا منجى منك الا اليك، آمنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت. فاذا ما استيقظ فان اول كلمة من كلامه: الحمد لله الذي احياني بعدما اماتني واليه النشور. ذلك لان النوم موت اصغر ولان الموت نوم اكبر. قال سيد المرسلين: والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، ولتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، وانها لجنة ابدا او لنار ابدا. ان لم ترضى بما قسمت لك فلا اسلطن عليك الدنيا. والدنيا اذا سلطت على انسان اهلكته ودمرته. ولذلك كان الامام علي رضي الله عنه اذا اسبل الليل ستره وارخى سدوله كان يتمثل في محرابه قابضا على لحيته، يتململ تململ السليم اي الذي لادغته حية، ويبكي بكاء اليتيم ويقول: يا دنيا في ديني، يا دنيا ماذا غري غيري، غري غيري، ألي تعرضت ام الي تشوقت، هيهات هيهات، لقد باينتك ثلاثا لا رجعة فيها، فعمرك قصير وخطرك حقير. عمرك قصير وخطرك حقير، آه من قلة الزاد ووحشة الطريق، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية، تدخلي في عبادي وادخلي جنتي. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، قد كتب على بابها قول رسول الله: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ايها السادة الاعزاء، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء رب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.